أما قول الشيخ الذي سمعتي أنك تضعين ساترا على شاشة التلفزيون حتى لا ترين الشيخ، فأقول وبالله التوفيق إن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب إذا كان يولد فتنة منعت منه المرأة، لقوله تعالى والله لا يحب الفساد. وكذا فإن ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أما إذا كان نظر المرأة إلى الرجال لا يولد فتنة فإن ذلك يجوز، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وطفقت تنظر من ثقب الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، قال أن النساء كنا يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.